نحكي لي فقط كي تكونوا عندكم تصوير في ورقلة واليوم عندك تصوير تاع طالع حابط لازم تضمنوا كيفاش كنت دير؟ نخلي ليكيب يباتوا في ورقلة ونجي لألجي العاصمة نسجل البرنامج ونعاود نرجع في الليل. كامل هذيك المسافة والله فضلت ربي سبحانه عز وجل. وصراحة إن كاين خاوتنا الدرك الوطني يعني قدموا لنا تسهيلات، وبالمناسبة نوجه لهم تحيه كل الأجهزة الأمنية ساعدوا أيضا الزملاء كامل يعني في هذا البرنامج. يعني نقدر نقولوا شركاء يعني لما تصيب